في إطار تشجيع منخرطي الكشافة التونسية على ممارسة رياضة السهام القصيرة وتوفير الفضاءات المناسبة لذلك، تم صباح اليوم بتونس العاصمة إمضاء اتفاقية تعاون وشراكة بين منظمة الكشافة التونسية والجمعية التونسية للرماية بالسهام القصيرة دارتس. وتندرج الاتفاقية ضمن تعزيز نشر ثقافة ممارسة الرياضة وخاصة في صفوف الأطفال والشباب وتحسيسهم بأهمية ممارسة نشاط رياضي. وأمضى هذه الاتفاقية بين الطرفين كل من رئيس الجمعية التونسية للدارتس توفيق العبيدي والقائد العام لمنظمة الكشافة التونسية محمد علي الخيالي. ونحن كجمعية تونسية للدارتس في نشر هذه الرياضة داخل الأوساط الشبابية، ما فماش ما أحسن من الكشافة التونسية بما تعج من كفاءات على مستوى التسيير وكذلك على مستوى الشبان الذين يعتقدون حماسا. ونحن نعاولوا كثيرا لانهم هما باش يحملوا المشعل ونحن هما باش نعاملوا عليهم وباش يمثلوا تونس في مختلف التظاهرات، وان شاء الله في وقت قصير جدا يكون عندنا ابطال على المستوى الاقليمي والقاري ولما لا الدولي في وقت قريب ان شاء الله.